لازم يعني المرأة تكون عندها قدرة تشتغل أي شغلة، وعندها مثلا تعمل شيء جديد لإلها ولبيتها وللمجتمع لأي شيء. ولازم تكون يعني المرأة السورية بحد ذاتها قوية، ولازم يعني تكون مثل ما نظر للمجتمع من أساسها. لم تمنعها أنوثتها وأناملها الرقيقة من احتراف مهنة لعلها تكون غريبة عن أنثى. هي امرأة متميزة من السويداء تعمل في مجال لف المحركات، وهي من المهن التي كانت حكراً على الرجال، حيث تعتبر متعبة شاقة، إلا أن إصرارها دفعها لتعلم هذه المهنة لتواجه بها مصاعب الحياة ولتحمل كل الأمل بغد أفضل. المرأة مش يعني مش قليلة أو عندها قدرة تعمل أي شيء. يعني المرأة مش حلو إنه تظل مثلاً إنه خلص نوع معين من شغلة، شغل البيت أو شغل معين. لا، لازم مثلاً تعمل شيء جديد، لازم مثلاً تظهر حالها للمجتمع، لازم تثبت لأي إنسان إنه ما يعني في عندها قدرة تعمل أي شيء، ومش أقل من الرجل أبداً. مش استهزار بالرجل، رجل فيه البركة، بس في عنده مخ تفكر. ليش لما تظل قاعدة، ليش لا تظل ساكتة على المواهب اللي هي فيها؟ قبل كانوا رجال يجوا يجيبوا لي مثلا المحرك انه مش خربان، يعني خربان وعايف حاله، انه خلص لنشوف اذا في عنده قدرة تصلحه ولا لا. بس يلاقوا هيك بيستغربوا. حتى من 15 سنة في عندي زباين ورجال كبار بعدهم ما عم بصلحوا غير عندي. من شان انه ثقتي بنفسي عالي، منه أنا صغيرة أنا اعتمدت حالي. أنا بيي متوفي له 12 سنة 13 سنة، وخيي متوفي له 21 سنة. أنا وإختي عايشين نحن بالبيت، وربينا أولاد خيي يتيمة، عنده 5 أولاد قبل ما يتوفى، والحمد لله. يعني معنوياتي عالية إنه من المجتمع، أني بدي أعيش، يعني بدي أشتغل. إذا ظليتني ساكتي ولا ظليتني بالبيت شو بده يطلع معي؟ لا، لازم أشتغل، لازم أطلع قد حالي. هي نموذج عن المرأة السورية التي كانت وما زالت رمزاً للصمود والتحدي، وشريكة مهمة للرجل في بناء جيل ومجتمع سليم. وكما يقول المثل الشعبي في السويداء، الرجل جنة والمرأة بنّة.